خلينا نروح للشأن الدولي والتصعيد ما بين روسيا وأوكرانيا. روسيا امبارح كانت أعلنت أن هي هتنشر بعض الأسلحة النووية تحديدا في بيلاروسيا، وأوكرانيا النهاردة كان في رد منها أن هي بتطالب مجلس الأمن أن هو يعقد جلسة طارئة علشان يبحث هذه التطورات من قبل روسيا وفكرة نشر الأسلحة النووية، وقالت أن دي خطوة استفزازية من روسيا وبتنتهك فيها معاهدة حظر الأسلحة النووية ونظام الأمن الدولي. احنا شايفين تصعيد كبير ما بين الدولتين، لسه فكرة الهدنة أو فكرة يعني السلام وفكرة انتهاء الحرب مش شايفين ليها أي خطوات حتى وقتنا هذا. وهل التصعيد الأخير ده ممكن يكون بيفاقم من الأمور أكتر؟ طيب هل مجلس الأمن ممكن ينعقد بناء على دعوة أوكرانيا اللي يعني أطلقتها النهاردة؟ لازم نحلل تفاصيل المشهد. بينضم لينا على التليفون سعادة السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق. مساء الخير سعادة السفير. مساء الخير ليكي وللسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك معانا، وعايزين نتكلم أولا على تحرك روسيا وفكرة أن هي تعلن نشر الأسلحة النووية في بيلاروسيا. إيه الأسباب اللي دفعت بوتين وروسيا لاتخاذ هذا القرار، وهل بذلك هما بينتهكوا معاهدة حظر الأسلحة النووية؟ يعني هو بالنسبة لماذا فعل ذلك، ده في إطار التصعيد بين الناتو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبين روسيا. يعني ملاحظ أن في تصعيد في الموقف في أوكرانيا. هي أوكرانيا مجرد أرض معركة بين دول الناتو وروسيا، فبالتالي عندما أطلقت المبادرة الصينية رفضتها الولايات المتحدة الأمريكية وقالت أن لا جديد فيها، فبالتالي روسيا أدركت أن في الحرب مستمرة. بريطانيا قالت أن هي ستقدم ما يسمى أسلحة اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، وقالت أن ده بيستخدم من مدة وفي أماكن عديدة. روسيا اعتبرت ذلك تصعيدا جديدا من جانب بريطانيا، وبالتالي أخذت خطوة رد فعل أنها ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، وبررت ذلك بأن الدول الغربية وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية نشرت في دول حليفة لها في أوروبا الأسلحة النووية التكتيكية في منذ فترة. طب ليه روسيا نشرت هذه الأسلحة في بيلاروسيا تحديدا؟ هي لها هدفين، الهدف الأول هو الرد على التصعيد، الهدف الثاني أن في حالة استمرار الحرب والتصعيد مع احنا دخلنا في الربيع وهندخل بعد كده على الصيف، فهل ستشتد المعارك؟ يبقى في الحالة دي روسيا عندها مدخل إلى شمال أوكرانيا من بيلاروسيا، وهذا مدخل قريب من كييف العاصمة، وده كان حصل في بداية الحرب في فبراير العام الماضي عندما بدأت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. تقدمت دبابات إلى كييف ثم سحبت بعد ذلك، فده بيدي مؤشر أن لو تم مزيد من التصعيد للعمليات العسكرية المضادة ضد روسيا فإنها ستستخدم بيلاروسيا مدخلا لعمليات عسكرية جديدة في شمال أوكرانيا وربما قرب العاصمة كييف. هل بهذا الإجراء روسيا بتنتهك معاهدة حظر الأسلحة النووية؟ والله هو كل الدول الكبرى بصراحة، يعني كل الدول الكبرى بتنتهك الحظر، هي بتمنعه على غيرها وبتسمح به لنفسها. يعني كل هذه الدول الكبرى، النادي النووي، الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن لديهم أسلحة نووية، وأسلحة نووية يعني خطيرة، يعني مش أسلحة نووية تكتيكية، فبالتالي هم أساسا منتهكين منع الانتشار. صحيح ما بينشروش في دول أخرى، ولكن لديهم هم هذه الأسلحة وبيهددوا بها العالم كله. النهاردة لما في تهديد باستخدام أسلحة نووية ربما يعني ده يكون من قبيل الحرب الدبلوماسية، لأن أثناء زيارة الرئيس الصيني لروسيا الرئيس بوتين يعني قدم ما يشبه التعهد
للرئيس الصيني ان لن يتم التصعيد نووي في هذه الحرب لان ده خطير على العالم وسيؤدي الى نتائج كارثيه. طيب برايك يا دكتور هل مجلس الامن هيعقد جلسه طارئه بعد هذا التصعيد وبعد دعوه ومطالبه اوكرانيا بعقد جلسه طارئه؟ ولابد ان نذكر ان الاعضاء الدائمين في المجلس هم روسيا، الولايات المتحده، الصين، فرنسا وبريطانيا. هل ممكن يعقدوا جلسه طارئه؟ حتى لو عقدت جلسة طارئة لأنه هو إجراء عقد الجلسة ما بيبقاش يفيده، مجرد أنه يحصل على 9 أصوات من 15 فبتبقى أغلبية يبقى الموضوع يبحث، لكن عندما لو في اتخاذ قرار لا ينتظر اتخاذ أي قرار، فهي هتبقى مباراة في المناقشات وبحث الموضوع والتوضيح في مجلس الأمن أكثر منها اتخاذ قرار أو إصدار بيان من أو أي شيء من هذا القبيل. فلو عقد هيبقى روسيا هترد بتوضيح موقفها اللي سبق اللي أشرت إليه، إن أنتوا سبق إن الدول الناتو سبق ونشرت هذه الأسلحة النووية التكتيكية وإنها روسيا بتفعل المثل يعني. فهتكون مباراة سياسية أكثر منها أي شيء آخر. إذا نستنتج أن من كل هذه التطورات الحرب متوقع أن هي تستمر للشهور اللي جاية، تحديدا مع يعني انقضاء وانتهاء فصل الشتاء اللي هو كان يعتبر يعني بتكمن فيه كل الصعوبة في استمرار الحرب، فيعني مع انتهائه متوقع يكون الأشهر اللي جاية مستمرة فيها الحرب. ده فعلا من تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية برفضها وقف إطلاق النار، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ودول بتتبعها دول الناتو وطبعا أوكرانيا بترى أن مطلب الصين الأساسي في مبادرتها هو البدء بوقف إطلاق النار ثم الدخول في مفاوضات. بترفض وقف إطلاق النار، هذا معناه أنها مستمرة في عملية التصعيد، مستمرة في الحرب. رئيس أوكرانيا زيلينسكي بيناشد الدول الناتو وبيضغط عليها لإرسال أسلحة هجومية وطائرات إلى أوكرانيا، ولكن أوكرانيا الدول الناتو بترى إن ده يعني في اجتياز لبعض الخطوط الحمراء، ولكن المنتظر حتى الآن أن الحرب ستستأنف وستستمر لفترة. إذا دي تطورات المشهد الروسي الأوكراني. أنا بشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق على كل التوضيحات.